كابتن عليا طبعا بتنور المخ يعني. اشعر ان الضغط والمسؤولية والصعوبات لما بيكونوا في سن أصغر بكتير، يعني مش وهم كبار. صح يا علي؟ يمكن أنت بتعيش دلوقتي نفس التجربة دي أو اللي أنا بحكي فيه، أن أنت كل ما هم صغيرين أكتر لا يعني مسؤوليتهم يعني أكبر بكتير، الخوف عليهم بزيادة، لسه بتعلميهم، لسه عجينة يعني أنت عمالة تبني. أكيد. هو طبعا هو زمان كانت الدنيا أسهل شوية من دلوقتي، ما كانش في عدد الناس اللي بتلعب رياضة، وما كانش في دلوقتي الناس كلها عايز تلعب رياضة لعدد كبير. يعني زمان كان الموضوع شاق جدا زي ما طنطي بان كانت بتقول، يعني انا برضو كان نفس الكلام، سنتين ثانوية عامة انا اصلا في معسكر، النتيجة السنتين انا مش موجود، وامتحاننا برضو نفس الكلام، حتى كان معايا نفس الوقت منتخب الكورة، كانوا يعني شريف اكرامي وشيتوس وحسام غالي كانوا برضو، كان عندهم الارجنتين بالظبط ساعتها انا فاكره كويس بالظبط، فكانوا برضو كل الناس دي امتحنا في حتت مختلفه. بس كانت الدنيا فعلا اسهل، المدرسين بيسهلوا الدنيا، الناس، الرياضه، الطريق حتى. يعني انا جدي كان بيجي ياخدني، مامتي بتشتغل في بنك، فجدي اللي بيجي ياخدني من مدرستي في مصر الجديده عشان يوديني النادي الاهلي في الجزيره. فكان دلوقتي طبعا موضوع اصعب، ليلى عندها 9 سنين، احنا واحنا كبار احنا بنكون عارفين انا لازم اكل، لازم انام، عندي تمرين، 9 سنين هي يعني لسه، فلازم انا اللي دايما اكون بالذات وراها في موضوع المذاكره. طبعا التمرين هي عايز تنزل التمرين وهتتمرن وتسيب المذاكره بالظبط. بلس ان انا عندي صالح وعنده 10 شهور يا روح قلبي الله اكبر، فانه كان في طبعا سنه حمل مع ان انا ليلى والكلام ده والتمرين مع شغلي، مع ان انا بحضر ماجستير دلوقتي وبقيت بذاكر بصالح، بتمرين ليلى، بتمرين نادي منتخب مصر، تمارين المنتخب. انت بطله جوه البيت وبطله بره. الدنيا فتحت مني فجاه، كل حاجه فتحت مع بعض في نفس الوقت. فطبعا ده زي ما قلت في الاول، من غير خالتي ومامتي او عيلتي كلهم مفيش مشكله، انا هودي ليلى حد يجيبها من التمرين، مامتي بتصحى معايا في الاونلاين لو انا مثلا عندي مذاكره وسهرت، فمامتي بتصحى معايا في الاونلاين 8 الصبح تبقى قاعده معاها هي مع ليلى. حبيبتي عشان تساعدها هي الاونلاين بالظبط.